بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. سنواصل في سلسلة النباتات ومنافعها العلاجية، وحلقة اليوم سنتعرف فيها عن نبات الأفسنتين، أو كما يطلق عليه أيضا نبات الشيبة، أو بالعامية الشهيبة. وأبدأ الاقتباس بحول الله. الأفسنتين، يقول الشريف، هو نبات ملمس، أي يعني ناعم، ويلحق بالشجر الصغير في قدر نباته، يقوم على ساق ويتفرع منه أغصان كثيرة، وعلى الأغصان أوراق كثيرة متكاثفة بيض الألوان تشبه نبات الأشنة في تخبيطها، وله زخر أقحواني صغير أبيض في وسطه صفرة تخلفه رؤوس صغار فيها بزر دقيق، وفي طعمه قبض ومرارة. ويقول أبو عبيد البكري في ورق الأفسنتين: هيئته أشهب، يشبه في هيئته ورق الجزر، وهو لاحق بالأشجار التي لا تعتل، وزهرته صفراء لماعة وهي المستعملة. وقيل هذا النوع الذي ذكره البكري يعرف اليوم بمصر باسم الدمشيشة، وهو كثير بها جدا، وسمعت من أهل الصعيد أنه مجرب عندهم في لسعة العقرب شربا. ويقول ديسقوريدوس في الثالثة: هذا النبات معروف، وقد يكون من البلاد التي يقال لها قبادقنا بالجبل الذي يقال له طورس. ويقول أبو جريح الراهب: الأفسنتين أنواعه كثيرة، يؤتى بها من بلد فارس، ومن نحو المشرق، ومن جبل اللكام وغيرها، وأجوده الصوري والطرصوصي بسوريا حاليا، الذي رأيته ظننته زغبا، وفيه عقد كأنها بزر الصعصر الفارسي، وما كان منه شديد المرارة، فيطير منه عند السحق مثل ما يطير من الصعصر الفارسي، وكانت صفرته كأنها زغب فراخ الحمام. ويقول جالينوس: أنواع الأفسنتين كلها لا تخلو من كيفيتين قويتين، إلا أن الأفسنتين المجلوب من نيطس الكيفية القابضة فيه أكثر، وأما سائر أنواع الأفسنتين فقوة المرارة فيها قوية بكثير، وإذا أنت دققت الواحدة منها فأما أن تحس فيه بقبض ضعيف خفي جدا، وأما أن لا تحس بقبض أصلا. ولهذا قد ينبغي أن يختار لأورام المعدة والكبد، والأفسنتين المجلوب من نيطس يثر على غيره. ومن علامات هذا الأفسنتين أن ورقه وزهرته أصغر من ورق سائر الأنواع من الأفسنتين، وزهرتها بكثير جدا، وأن رائحته مع أنه ليس فيه شيء يكره قد يوجد فيها شيء من العطرية ورائحة سائر الأنواع الباقية منتنة. وقال في السادسة من الأدوية: طعم الأفسنتين فيه قبض ومرارة معا وحرافة، وهو يسخن ويجلو ويقوي ويجفف، ولذلك صار يحضر الإسهال ويدر البول وينقي خاصة ما يجتمع في العروق من الخلط المراري ويخرجه من المعدة بالبول، ومن أجل ذلك صار متى أخذ لمن في معدته بلغم محتقن لم ينتفع به، أي إذا أراد أحدا أن ينتفع به يجب أن تكون معدته خالية من البلغم المحتقن، وكذا أيضا إن كان البلغم في الصدر أو في الرئة، لأن ما فيه من القبض أقوى مما فيه من المرارة، ومن قبل أن في حدته وحرافته أيضا صار يسخن أكثر مما يبرد. وإن كان ينبغي لنا أن نقول بالجملة كيف الحال في مزاجه في القوى الأول، فإن كانت أجزاؤه متفاوتة جدا لا يشبه بعضها بعضا، قلنا إنه حار في الدرجة الأولى يابس في الثانية، وعصارته أشد حرارة بكثير من حشيشه. ويقول ديسقوريدوس: قوة الأفسنتين قابضة مسخنة منقية للفضول المرية الحائلة في المعدة والبطن، وإذا تقدم في شربه أدر البول ومنع الخمار، أي منع السكر، وإذا شرب مع ناردين أقليطي وافق النفخ ووجع المعدة والبطن، والناردين باليونانية تعني السنبل الهندي. أقول: وإذا شرب مع ناردين أقليطي وافق النفخ ووجع المعدة والبطن، وإذا شرب من مائه
أو من طبيخه عدة أيام في كل يوم مقدار 3 أقوانوسات شفى عدم شهوة الطعام واليرقان، وإذا عجن، وفي مرجع آخر وإذا سقيا. أقول وإذا عجن بماء العسل واحتمل أضر الطمث، وإذا شرب بالخل وافق الاختناق العارض من الفطر السام، وإذا شرب بالشراب وافق السم الذي يقال له أكسينا والسم الذي يقال له قنيون وهو الشوكران، وأكسينا هو نبات سام. وينفع كذلك من نهشة الحيوان الذي يقال له موغالي والتنين البحري، وإذا عجن بالعسل والنطرون، والنطرون هو مادة أقوى من الملح تتولد من الأحجار السبخة وهو أبيض اللون هش ناعم. أقول وإذا عجن بالعسل والنطرون وتحنك به نفع من سوحتا، والسوحتا هو مرض التهاب العين، وإذا عجن بالماء نفع من الشري، وإذا ديف بالعسل وافق الآثار البنفسجية التي تحدث تحت العين والغشاوة والآذان التي يسيل منها رطوبة وبخار، وطبيخه يوافق وجع الآذان إذا بخرت به. وإذا طبخ بالميبختج، والميبختج هو عقيد العنب أو رب العنب. أقول وإذا طبخ بالميبختج فهي ضماد للعين التي يعرض لها ضربان فيسكن الضربان، وقد تضمد به الخاصرة والكبد والمعدة إذا كان بها أوجاع مزمنة بأن يسحق ويعجن بموم مذاب بدهن الحناء، والموم هو الشمع أو شمع النحل. أقول وقد تضمد به الخاصرة والكبد والمعدة إذا كان بها أوجاع مزمنة بأن يسحق ويعجن بموم مذاب بدهن الحناء، وإذا ضمدت به الخاصرة وعجن بموم مذاب بدهن الورد المسحوق معه نفعها. وإذا عجن بالتين والنطرون ودقيق الشيلم، والشيلم هو نبات عشبي يشبه إلى حد كبير القمح والشعير. أقول وإذا عجن بالتين والنطرون ودقيق الشيلم وافق المطحولين ومن به حبن، والحبن هو استسقاء البطن، وقد يعمل منه شراب يسمى الأفسنتين خاصة في البلاد التي يقال لها زيدقطس والبلاد التي يقال لها براقي، ويستعمله أهل هذه البلاد في الأمراض المذكورة إذا لم تكن حمى، ويشربوه أيضا على وجه آخر بأن يتقدموا في شربه في الصيف لأنهم يظنون أنه يورثهم الصحة، وقد يظن أنه إذا نثر في الصناديق حفظ الثياب من السوس، وإذا ديف بزيت وتمسح به البدن منع البقى أن يقربه، وإذا بل بمائه المداد منع الكتب التي تكتب به من أن يقرضها الفأر. وقيل عصارة الأفسنتين فيما يظهر كأنها فعلة، إلا أن لسنا نستعملها في الشراب لأنها رديئة للمعدة مصدعة، وقد تخلط عصارة الأفسنتين بعكر الزيت بأن يخلط بها ويطبخ. ويقول روفس الأفسنتين يسخن ويفتح ويحلل ويجفف الرأس ويجلو البصر ويحسن اللون ويغزر البول لكنه مر، فلذلك يكرهه كل ضعيف الرأي. ويقول أبو جريح الراهب الأفسنتين ينفع من تهيج الوجه وورم الأطراف وفساد المزاج وداء الثعلب والحية والغافت، في ذلك كله أقوى فعلا وأسرع تأثيرا. ويقول حبيش نقيع الأفسنتين أو طبيخه يبرئ أصحاب المرة السوداء والكبد وينفع من الحميات الطويلة. وقال في الحاوي أيضا إن من أخذ حشيش الأفسنتين وسحقه وشده في خرقة كتان وغمسها في ماء حار يغلي وكمد به العين التي قد أصابتها طرفة وطالت مدتها، فإن الدم يخرج ويصير في تلك السرة حتى لو عصرت يخرج منها الدم. ويقول ابن ماسويا الشربة منه من مثقال إلى درهمين، ومنقوعا ومطبوخا من 5 دراهم إلى 7 دراهم، والمثقال يساوي حوالي 5 جرامات
والدرهم يساوي حوالي 3.17 غرام. وقيل أيضا ينفع البواسير وشقاق المقعدة، وينفع من غلظ الجفون والصلابات الباطنة ضمادا ومشروبا، وطبيخه يقتل البراغيث ودخانه يطرد الهوام. وقيل في التجربتين الأفسنتين يقوي المعدة الحارة وينقيها من الأخلاط الحادة، ويشهي الطعام، وينفع منفعة بالغة من أوجاع المفاصل إذا كان من خلط حار، وإذا طبخ بالخل وضمد به نفع من وجع الطحال، وإذا طبخ بالزيت مع إكليل الملك نفع ضماده من ورم الكبد في آخره، وينفع المفلوجين إذا أنصب إلى معدتهم خلطا مراري، إما لإفراط في سقيهم الأدوية الحارة وإما لتسخين مفرط في الهواء، ويفعل ذلك لتسخينه الأعضاء الأصلية بالذات وتبريده أيضا إياها بالعرض بإحداره للخلط المسخن. ويقول الشريف إذا طبخ في دهن اللوز حتى تخرج فيه قوته، ثم أضيف إليه قليل من مرارة الماعز، ثم قطر في الأذن حلل رياحها ونقى خراجها ونفع من الصمم، وحبه وزهره إذا اتخذ منه دهن وتمسح به أذهب الإعياء. وأما شراب الأفسنتين فإنه يتخذ على ضروب مختلفة، وذلك أن من الناس من يلقي في 48 قسطا من العصير رطلا من الأفسنتين، والقسط يعادل وزنه 1 كيلوغرام. أقول ومن الناس من يلقي في 48 قسطا من العصير رطلا من الأفسنتين ويطبخونه حتى يبقى منه الثلث، وقوم يلقون عليه من العصير 70 قسطا ومن الأفسنتين نصف رطل ويخلطونه ثم ينقلونه إلى الأواني، ثم إذا صفى روقوه ثم خزنوه. ومن الناس من يلقي على ذلك المقدار من العصير منا من الأفسنتين يدعه فيه 3 أشهر، والمن يعادل وزنه 4 كيلوغرامات. ومن الناس من يأخذ من الأفسنتين منا فيدقه ويشده في خرقة سحيقة، ثم يلقيه في ذلك المقدار بعينه من العصير ويدعه 2 شهر. ومن الناس من يأخذ من الأفسنتين 3 أواقي أو 4، والأوقية من غير الذهب والفضة تعادل حوالي 127 غرام. أقول ومن الناس من يأخذ من الأفسنتين 3 أواقي أو 4، ومن السنبل والدارسين والسليخة وقصب الذريرة وفقاح الأذخر والكفر، والكفر هو قشر الطلع. تأخذ من كل هذه المقادير من كل واحد أوقيتين، فيدقون هذه كلها دقا جريشا، أي يعني طحن غير ناعم، ثم يلقونه في ماطريتس، والماطريتس هو 72 قسطا، وهذا القسط هو قسط الشراب، وهو 20 أوقية من العصير، ثم يستوثقون من رأس الإناء ويدعونه 2 شهر، ثم يروقونه ثم ينقلونه إلى الأواني ويخرجونه. ومن الناس من يأخذ من العصير ماطريتس ومن المنتوجة وهو السنبل الرومي 14 مثقالا، والمثقال يساوي حوالي 5 غرامات، ومن الأفسنتين 40 مثقالا، فيشده ويلقيه في خرقة فيه ويروقه بعد 40 يوما، ثم يوعيه في الأواني. وقوم آخرون يأخذون من العصير 20 قسطا ويلقونه عليه من الأفسنتين رطلا، ومن صمغ الصنوبر اليابس أوقيتين، وصمغ الصنوبر قد تقدم ذكره في سلسلة الأسماغ. أقول من صمغ الصنوبر اليابس أوقيتين، ثم يروقونه بعد 10 أيام ثم يخزنونه. وشراب الأفسنتين هو مقوٍ للمعدة، مدر للبول، ينفع من به علة في الكبد والطحال والكلى وأصحاب اليرقان، أو من يبطئ في معدته انهضام الطعام، ومن ضعفت شهوته، ومن به وجع المعدة، ومن به تمدد من تحت السراشيف والنفخ والحيات التي في البطن واحتباس الطمث. والسراشيف هي أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن. أقول ومن به تمدد من تحت السراشيف والنفخ والحيات التي في البطن واحتباس الطمث، وينفع من شرب السم الذي يقال له أكسينا، ومن شرب منه مقدارا كثيرا لم يقتله هذا السم أبدا.
والله أعلم، والله الموفق للصواب. انتهى الاقتباس.